صباح الخير، صباح الأمل، صباح الفل على كل متابعينا، متابعين قناة الصحة والجمال على في برنامجكم شباب لايف. النهاردة هنقدم لكم محتوى جميل جدا ولازم نستفاد منه كلنا يا خالد. النهاردة الأعمال الحرفية. طبعا بصبح على الساده المشاهدين قناه الصحه والجمال وبرنامج شباب لايف، اهلا وسهلا بيكم في فقره جديده معانا. طبعا مصطفى زي ما انت قلت، احنا النهارده هنتكلم في حاجه مهمه جدا وهي الحرف اليدويه، لان هي دي تراث شعبي وحاجه تاريخيه عندنا ما نقدرش نهملها، ده بالعكس احنا المفروض ان احنا نطور منها، وده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيه النهارده. وهنتكلم برضو عن مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبعا مبادره الحرف اليدويه. الحرف اليدويه طبعا في خادم كبير حاصل على البرنامج ده بنفسه ذات، يعني البرنامج انت عندك عائد كبير جدا بيحصل من الاعمال الحرفيه. الاعمال الحرفيه بيكون فيها نطاق انتاج كبير جدا. طبعا انت عارف عندنا ستات البيوت العظيمه جدا طبعاً. بتشتغل اعمال حرفيه، ممكن تعمل سجاد في البيت، بتعمل تريكو، بتعمل حاجات مصنعات صغيره، الاكسسوارات اللي بتحصل بتاعت البنات، الكلام ده كله. عايز اقول لك يا خالد، يعني انا كنت فرحان جدا وانبهرت جدا بالمعرض، معرض تراثنا اللي كان بدا جميل. في كان متنظم هايل الصراحه من 5 ل 15 اكتوبر اللي فات. عايز اقول لك ان ده كان شيء عظيم، انا حسيت ان انا داخل متحف مش داخل معرض. لا هو كان تنظيمه يا مصطفى، كان تنظيمه حاجة هائلة جدا وحاجة تشرف، وفعلا اتعرض فيه حاجات. في اتصال معانا، في معنا اتصال اتصال. طب ماشي ناخد الاتصال، يلا بينا يلا بينا. الو 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 الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بيك. مين معانا؟ اتفضل، انت تشرف بيك. احمد عسيسي. اهلا عسيسي. اهلا وسهلا بيك استاذ احمد، ايه الاخبار يا استاذ احمد؟ اهلا بيك، اتفضل يا فندم اتفضل. والله انا معاكم في موضوع الحرف، تشجيع الدوله على الحرف البسيطه دي، لان ده يعتبر دخل قومي للاسره ودخل قومي للفرد، حاجه في منتهى الاحترام وده وحاجه كويسه جدا. هضرب لحضرتك مثل بسيط جدا بعظمة الإسلام. في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، في الأندلس، كانت مكتبة قرطبة دي بتضم 400,000 كتاب. معايا يا فندم؟ معاك يا فندم. 400,000 كتاب دول يا فندم اتنشأ لأول مرة في تاريخ العالم نسخ الكتب. كانت مكتبة قرطبة بتستعين بمكتبة بغداد بالكتب الذاخرة، وعايزة تعمل منها مجموع يعني من الكتاب كذا نسخه. كان الخليفه عبد الرحمن الناصر بيامر ستات البيوت ينسخوا كتاب من كل كتاب كذا نسخه. فنشات الحرف البسيطه طبعا احنا الحرف البسيطه اكيد وصلت الفكر في الاندلس والاسلام في الاندلس حاجه عظيمه اكيد جداً. طبعا يا استاذ احمد، وديت الفكره العظيمه اللي احنا بنصدرها لشعبنا الكريم، ان طبعا احنا كلنا كاسر مصريه ستات البيوت كلها طبعا على جميع العصار هتكمل موجوده معانا الصور اهي، بتتعاد حاجات تقريبا يا خالد تتحط في متاحف تقريبا. يعني احنا صدرنا باع كبير جدا على المشغولات اليدويه ديت، المانيا، اوروبا بالكامل، الخليج بالكامل. عايز اقول لك ان احنا وصلنا لدرجه ان الادوات الحرفيه اللي احنا بنصنعها وصلت خلاص احنا بتتحط في متاحف بره، بتتعمل بتاريخ اليوم لكن بتاريخ الغد بتتحط في المتحف. وده بقى خلينا نتكلم في ايه بقى، في الاعمال الاقتصاديه للحرف اليدويه. تمام. انت عندك الاعمال الاقتصاديه دي في يعني ليها كذا حاجه، من ضمنهم ان هي بتوفر فرص عمل كتير جدا للشباب. طبعا طبعا. وخلي بالك في نقطه ثانيه، ان انت الحرف اليدويه عشان تبتدي فيها او تعملها الامكانيات، ممكن تبتدي فيها بامكانيات بسيطه جدا. وكمان ما بقتش مقتصره على اصحاب اللي هم بدون المؤهل، لان زمان كنت تلاقي على طول اللي بيعمل حرف اليدويه دي تلاقيه اللي هو بدون مؤهل او مؤهل منخفض او كده. هي ما تتقصش طبعا على او تقص تماما على ان يكون لازم يكون معاك مؤهل عشان تبدا حاجه. برافو عليك. دي بقى دلوقتي دي فنيات بتطلعها. برافو عليك. هي دلوقتي ما بقتش مقتصر على ده بس، بقى دلوقتي بقى في تطور فيها، وهو ده اللي احنا عايزين نحط يعني نسلط الضوء عليه، لان دي حاجه زي ما قلنا في الاول دي تراثيه وحاجه شعبيه وتاريخيه. الدوله عايز اقول لك برضو يا خالد ان الدوله بدات ان هي
يعني تحاول بحاجه زيادات ان هي تجيب الناس دي بتتكلم، بتنزل، بتطلع برامج، بتتكلم في القنوات، ان الاعمال الحرفيه بتحاول تروج ليها. تروج ليهم. عايز اقول لك ان المتحف يعني المتاحف اللي موجوده بره مصر موجود منها فعلا حاجات معموله بالهاند ميد المصري في الوقت الحالي. ايوه طبعا. عايز اقول لك ان الباع الكبير تاني، طبعا انا دلوقتي من ضمن الناس، حد كده مثلا بيصنع حاجات بايده لكن مش عارف يسوق، ودي حاجه كبيره جدا او المشكله الاكبر اللي احنا بنواجهها. والتمويل ذات نفسه برضو دي مشكله اكبر، بس لكن عنده الفنيات. ممكن بص، ممكن ايه، ممكن ان التمويل بالنسبه للحرف اليدويه زي ما انت قلت، مثلا ست البيت ممكن تعمل تريكو في البيت، تعمل سجاد، تعمل اكسسوارات كلها يدويه، دي كلها مش محتاج ان انت يكون معاك تمويل قوي قوي. هي ممكن تكون محتاج تسويق، ده طبيعي، التسويق في كل حاجه طبعا مهم جدا. تمام. لكن انت بتتكلم ان انت عشان تبتدي حاجه زي كده في البيت او تبتدي حاجه على قدك، مش لازم تكون معاك تمويل قوي. طب ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان جهاز تنميه المشروعات تبنى الفكره دي تماما. ما هو ده بقى دور الدولة اللي تبناها، يعني تبناها بالصورة بالكامل. عندك فكرة، عندك منتج بتتصنع فين، تقدر تقدم في وتروح في مكالمة هدفية. اهلا وسهلا بيكم. دي حاجة حلوة، موضوع مهم، احنا يعني نفسنا مكالمات كتير جدا. الو 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 الو، ايوه يا فندم. الو، ايه حضرتك معانا ولا ايه؟ حضرتك معانا ولا ايه؟ سمعنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا اولا انا بتصل عشان اتكلم في موضوع المهن الحرفية او المشروعات. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اتعرف بيك الاول، مين معانا؟ الصوت مش غريب علي على فكرة. الو الو الو، ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، معاك يا فندم. احنا عايزين نتكلم في انا بتكلم بالموضوع اللي انتوا بتناقشوه دلوقتي. ايوه معاك. ايوه معاك، اتفضل. اللي هو خاص بموضوع المشروعات الحرفيه. تمام. احنا المشروعات الحرفيه دي هي بس مشكلتها ان الشباب بتبقى عايزه اصلا قروض ميسره ان هي تعمل المشروعات دي، لان المشروعات دي ممتازه جدا وبتدر عائد كويس. تمام. ما هو ده برضه ليه مثلا البنوك ما تتبناش الموضوع ده وتخلي الشباب تعمله في الارياف او في المدن الصغيره؟ موجود مبادره بالفعل يا فندم، موجود مبادره من الجهاز لتنميه المشروعات ومتبناها كمان البنك المركزي. الو، ايوه ايوه حضرتك، اتفضل. شكرا 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 ليك، شكرا شكرا ليك، شكرا شكرا. طبعا متشكرين جدا استاذ ناصر. طبعا في تفاعل كتير لما موجود في المكان، فعلا الموضوع مهم جدا، الاعمال الحرفيه. احنا عايزين نقول للناس طبعا ازاي تشترك في المعرض اللي جاي، معرض تراثنا. معرض تراثنا ده معرض قوي جدا، معرض قوي جدا به العالم كله. اطلع لجهاز تنميه المشروعات، سجل فكرتك، خد بعضك واطلع على ارض المعارض، تسجل نفسك اللي انت موجود هتقدر تتواجد في المعرض اللي جاي، وتحط الصور بتاعت المنتج بتاعك وتحط فكرتك. مصر هتقدم لك حاجه كبيره جدا. والله العظيم فعلا هتقدم لك حاجه كبيره جدا. انا كنت فرحان جدا بالمعرض ده، انا حسيت ان انا في متحف مش في معرض، لان هو تنظيمه كان تنظيم يعني قوي جدا وعالمي، ونزل فيه ناس يعني زي ما بقول لك يا مصطفى، ان الاهتمام دلوقتي ما بقاش بس من الناس البسيطه او زي زمان، لا ده دلوقتي الاهتمام بقى من الفئه كبيره جدا من الناس. بالظبط بالظبط كده، برافو عليك. بالظبط، هتعرف تشتغل وهتعرف تظبط حياتك، هتبدا اللي انت بتصنع فكره بسيطه، لكن الفكره البسيطه ديت بره مصر، وده كمان بيساعد على فكره في التسويق. خلي بالك، دي اللي احنا كلنا بنتكلم فيها، جهاز تنميه المشروعات برضو بيتبنى حكايه التسويق. يعني فعلا انا في معلومات، انا قبل ما كنا موجودين في جهاز تنميه المشروعات واتكلمنا فيها، انا انبسطت جدا يا خالد. طبعا انت، طيب انت، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. في استحواذ كبير جدا في الشغل التراثي او الشغل الهاند ميد زي ما احنا بنقول. مين الاكتر، الرجاله او الستات، مين هم اللي بيبدا او اكتر؟ حلو السؤال ده بقى. حلو السؤال ده مصطفى. ليه بقى؟ لان انت دلوقتي زي ما قلت لك ما بقاش مقتصر على حد بعينه. هو دلوقتي اي حد عنده فكره عايز يعملها بيبتدي ان هو يشتري الخامات، او يبتدي ان هو ينفذها باي كانت الطريقه عامله ازاي. وعلى فكره مبادره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي الحرف اليدويه دي، خلى فيها اسعار الخامات
اللي انت تقدر الخامات تقدر تشتريها باسعار مخفضه جدا. للاسف وقتنا طبعا يعني احنا طبعا كنا حابين لسه نتكلم، ده الموضوع لسه طويل يعني، لكن احنا عايزين نقول يا بدر بعملك ابدا في مشروع اسمه وفي معرض اسمه تراثنا، ابدا تتماشى معاه، تبدا تطلع على جهاز تنميه المشروعات، ابدا روح ارض المعارض عشان تعرف تسجل المنتج بتاعك وتبدا متواجد في المعرض اللي جاي. معرض تراثنا معرض كبير ولازم تشترك فيه، ما تسيبش حلمك يا خالد. لا طبعا اشتغل. لا خليك وراه واشتغل واعمل واسعى واعمل اللي عليك، وان شاء الله ربنا يكرمك، ولازم دي نطورها ونحاول ان احنا ما ننساهاش ولا نهملها. كنا نتمنى ان احنا نكمل معاكم فقرتنا، لكن استنوا بعد قليل جودي التونسي، ان شاء الله جودي هتقدم لكم حاجه جميله جدا. ان شاء الله. الى اللقاء.